مع بدء دخول مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مرحلة الحسم، تتجدد كما كل 4 سنوات مخاوف الاستخفاف بالمناصب وجعلها عرضة للمساومات والمصالح الشخصية، إذ حذرت رابطة شفافية في العراق من بدء بيع المناصب لتشكيل الحكومة المقبلة من قبل رؤساء بعض الكتل متوسطة وصغيرة الحجم. الرابطة قالت في بيان لها صدر الثلاثاء إن منصب رئيس البرلمان نفسه دخل ضمن صفقات كبرى لم يعرفها تاريخ التعاطي بالمال السياسي في العراق. وكشفت الرابطة أن أحد المرشحين لمنصب رئيس البرلمان بدأ بالإنفاق من مبلغ 48 مليون دولار كانت مخصصة للخدمات والمشاريع في إحدى المحافظات تم الاستحواذ عليها لتقديم رشا وإغراءات مالية إلى عدد من النواب الجدد من أجل ضمان التصويت لصالحه للتنافس على منصب رئيس البرلمان. وأشارت الرابطة إلى أن السياسيين الفاسدين المحترفين يستغلون الفترات الانتقالية بغياب السلطة التشريعية من جهة وانشغال الحكومة وأجهزتها في مواجهة تحديات كبيرة وعدم وجود جهات تشتكي من الاستحواذ على المال العام لكي تضع يدها على أموال الدولة من دون مساءلة ورقيب، وأن الأموال التي تستخدم لشراء الذمم وكسب الأصوات للترشيح لمنصب سيادي يتحكم بمصير العراق هي أبرز الشواهد على ذلك. وقالت الرابطة إن سعر المنصب الوزاري للتشكيلة الحكومية عام 2014 كان 5 ملايين دولار وارتفع الآن إلى ما بين 10 إلى 12 مليون دولار. ودعت الرابطة إلى ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد مهما طال الزمن ومهما احتمل الفاسدون بتغطيات سياسية للتهرب من المساءلة والعقاب. من جانبها نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا كشفت فيه عن تداعيات الفساد المالي والإداري في العراق وكيف أوصل الشعب إلى الفقر بعد تبديد أمواله وسرقة موارده وخيراته. وعنونت الصحيفة تقريرها بالعراق يموت، الذي أكدت فيه أن الفساد الذي شهده العراق طيلة السنوات 15 الماضية أوصل محافظات غنية بالموارد النفطية إلى تحت مستوى خط الفقر، ما دفع أبنائها للخروج بتظاهرات غاضبة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين واسترداد حقوقهم المسلوبة. وأكدت الصحيفة أن الفساد حول محافظات الجنوب والمحافظات الأخرى إلى صحراء وأصبحت عبارة عن قطعة ملحية غير صالحة للعيش. وكشفت صحيفة الجارديان عن وجود أحزاب متنفذة سيطرت منذ عام 2003 على العقود النفطية في البصرة وأنها تجبر الشركات على تعيين أشخاص تابعين لها، مشيرة إلى أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية جعل جميع المدن خالية من الخدمات الأساسية.